زمان حبوبة بنت الشيخ حوشة كبير وبابا هناك وبيزاوية مضروب به هي لبنية وبهناك ضروة مبنية وحوار شايل له صينية مارق بيها للديوان يغدي الفقراء والضيفان. جدي الشيخ يجيك فرحان ويدق الباب يقول اوهو، تقوم بنت العبيد مربوشة من الصايد تجر لحاجة ميمونة وتقول لها ابونا الشيخ رجع بدري. تقوم الحاجة بيمهلة وتمش ليه، يقول الشيخ حبا أبا الحاجة ميمونة. تفر البسمة بسنونة، يخش الشيخ على اللوضة معاه فقير معاه بتيخ، يمد كرعيه فوق القد ونحن صغار بنجري نعيد نقول الشيخ بيقوم بعدين. دارين نلعب الكورة وبهناك سيجة محفورة وحوش عام ملام بالطين، تجينا سكينة بالخرطوش تكورك لنا بصوت الندي ومقروش. هس الشيخ ده ما نايم، ابونا اللي النهار صايم، ابونا اللي في الظلام قايم، ابونا الذاكر الدايم. نمش بيغادي ندستة نخلي الواطب استمسة، نجر بيغادي ليه جدي يدخل يده في جيبه يطلع لنا منه قروش ونحن الفرحة تقتلنا. نجري على المسيد مية نجيب حلاوة بالدستة، واحدين جابوا طعمية، ولما نبقى في الرجعة تكون الساعة جات سبعة. تزعة. نجري على الزقاق سرعة ونادي محمد الخواف وبيخلعة، عينه هناك هديك كان رد قسم برة ونحن الخوف تقتلنا. نرجع للمسيد تاني وجيبنا فقير يوصلنا، فتحت الكارو جنية وواحدين قالوا مجنونة. نمش لي حاجة ميمونة وتعشينا، نسوي الكسر وعجونة ونحلب فيها ليمونة ونتمطق، وامشي انوم وبكرة اقوم عليه صوت فتحة القراش من البطة يضرب لينا في البوري واخذ في السرير نطة. تقوم حبوبة تنهرني تقول لي امشي نادي الشيخ. بعد ما يمشي شيخ احمد نرجع للعب بالطين ونضرب احمد بضنين، دسيت العصايات وين ونلعب باللي بالحجار، لكن الزمن دوار سرق كل الجمال مني ويحلي للبلد يمه ويحلي لاحمد السني. يا سلام يا سلام.